أفاد موقع إيران إنترناشنال بوفاة قائد آخر بالوحدة 840 التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الاثنين الماضي داخل إيران. المصدر قال إن العقيد علي إسماعيل زادة توفي بعد سقوطه من سطح منزله بشكل مريب في منطقة جهنم في منطقة كرج. وأضافت مصادر أن العقيد علي إسماعيل زادة نقل إلى مستشفى شهيد مدني في كرج. وبحسب مصادر إيران إنترناشنال فإن مسؤولي الحرس الثوري وفي محادثة مع أسرة العقيد إسماعيل زادة قالوا إن سبب وفاته هو الانتحار، غير أن المصادر ذاتها أكدت أن العقيد علي إسماعيل زادة قد يكون اغتيل بعدما اتهمته مخابرات الحرس الثوري بتسريب معلومات لأجهزة مخابرات أجنبية. إسماعيل زادة زميل مقرب من صياد خدائي القيادي بالوحدة ذاتها الذي قتل في هجوم أمام منزله بطهران الشهر الماضي.